وإنما يدرك إن كان ذلك. كيف تدرك بقى محاسن الأخلاق؟ بثلاث أشياء: العلم والجود والصبر. العلم، العلم بالنبي، لأنه منبع الأخلاق. مش بنتكلم في الأخلاق، يبقى العلم بمين؟ بمنبع الأخلاق. يبقى العلم هنا والعلم بالنبي. معظم الشراح يقول لك العلم بالشرع الشريف. لا يا سيدي، العلم بالنبي ده هو مصدر الشرع، هو الدين. النبي ده هو الدين، ما ربنا سماه الدين. الله، مش لما قالوا راعنا لين بألسنتهم وطعنا في ايه؟ في الدين. طعنوا في النبي، فربنا سماه طعنا في الدين. يبقى ما تقول العلم، بدل ما تقول العلم بالدين قول العلم بالنبي. ولكم في الرسول أسوة حسنة. فيبقى لازم تقرأ سيرة النبي قراءة واضحة، وتضمن قراءة سيرة النبي. مش تقرأ كتاب واحد وخلاص وتقول أنا عرفت. لا، ده أنت كل سنة لازم تعيد قراءة كتاب في سيرة النبي مختلف عن الكتاب اللي قريته السنة اللي فاتت. يبقى عندك كده سنويا تقرأ سيرة النبي سنويا، وكل سنة كتاب شكل. والكتب اللي كتبت في السيرة كتيرة قوي، كتيرة قوي قوي، فهم؟ لأن ما فيش كتاب يغني عن كتاب في سيرة النبي، لأن النبي بحر، كل إنسان أخذ من ساحله رشفة، واخد بالك؟ يبقى لازم عشان تبقى أخلاقك جميلة تبقى مدمن قراءة سيرة النبي، عشان من قراءتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله كيف تصرف مع الناس، وكيف تعامل مع العدو ومع الصديق، وكيف تعامل مع الصغير والكبير، وكيف تعامل مع النساء، وكيف تعامل مع الزوجات، وكيف تعامل مع الله في المواقف المختلفة، في الشدة والرخاء، وفي القبض والبسط، وفي العطاء والمنع، كيف تعامل مع الله، عشان تبقى سيرة النبي دي متشربة في دمك، بحيث تبقى ليك سجية، بحيث ما تقعدش في موقف إلا وفاكر النبي كان لو تعرض للموقف ده هيعمل كذا، تروح مقلده على طول، تمشي وراه على طول. إنما فاقد العلم بالنبي فاقد العلم بالأخلاق الكريمة. فهمت إزاي؟ لابد إنك أنت تعرف نبيك، اعرف نبيك، تعرف الخلق الجميل العظيم. والعلم بالنبي يؤدي إلى العلم بالشرع الشريف والدين وأحكام الله، لأن النبي كان عبارة عن قرآن يمشي، مش كده برضو؟ ما ستنا عائشة قالت كده، كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأخلاق الكريمة كلها موجودة في القرآن، فانظر إليها وهي تتحرك على الأرض بقى وتتفاعل مع الناس، يبقى النبي هو القرآن اللي بيتفاعل مع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول حاجة لازم تتعلم سيرة النبي، ولا تكتفي بما سمعت منها في خطب الجمعة أو في كتاب الدين في ابتدائي أو اللي هتقولك الأبلة في الحضانة. والله في ناس معلومات عن النبي هو اللي سمعه من الأبلة في الحضانة وهو الوقت عنده 50 سنة. الله، أما هتعرف النبي إمتى بقى؟ يبقى لازم تبتدي بكتاب إيه في السيرة؟ نور اليقين. ده واجب عليك تجيبوه. ده كان مؤلفه الشيخ الخضري للأطفال. يبقى هنجيب نور اليقين، دي السيرة بتاعت إيه؟ المؤلفة للأطفال. هتقراه انت واطفالك، هتلم عيالك كل يوم تقرا منه صفحه، تتعلم انت وتعلم ولادك. نور اليقين ده كتاب كده يعني يخلص، لو هتقرا كل يوم منه صفحه هتخلصه في شهرين او ثلاثه، سهل. ما انت مضيع عمرك بلطجه بقالك سنين. فوق بقى وقرب للنبي. خلصنا نور اليقين، اجيب فقه السيره للبوطي. خلصنا فقه السيرة للبوطي، أجيب سيرة ابن هشام. ما أنا لازم أقرأ كل ده عشان أبقى أخلاقي حلوة، لازم أعرف النبي. ما هو اللي ما يعرفش النبي ما يعرفش الأخلاق على فكرة. اللي ما يعرفش النبي ما يعرفش الأخلاق، أعرف دي كويس. بعد كده خلصنا سيرة ابن هشام والحمد لله رب العالمين. نجيب السيرة الحلبية. دي مجلدات كتيرة بقى، تقعد كده كل سنة تقرا مجلد، كل سنة تقرا مجلد، فهمت؟
تقوم تلاقي نفسك عايش مع النبي كتير. تعرف بقى اللي بيعيش مع النبي كتير بيشوف النبي يقظ، والله تشوفه يقظ. مش انت قاعد بقالك سنين بتقول يا رب اشوفه في المنام، هتجيلك في اليقظه، لانك هتلاقي نفسك عايش معاه. كل يوم قاعد بتقرا النبي كان بيعمل كذا، والنبي كل يوم كل يوم هتلاقي نفس النبي بقى جواك. واعلموا ان فيكم رسول الله، تتحقق بالايه دي فعلا. يبقى اول حاجه للوصول للاخلاق الكريمه هي العلم بالنبي. في اثناء ذلك تقرا كتاب الشفاء بتاع روح حقوق المصطفى للقاضي عياض، يتحطوا على الهامش. وفي اثناء ذلك تقرا كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي. وبعد ما تخلص ده تقرا الخصائص الكبرى للامام السيوطي. ما انا عايزك طول عمرك تفضل تقرا عن النبي. ما تقوليش اصل انا قريت وعرفت، عرفت ايه؟ ده النبي بحر يا ابني. ما فيش كلمه يعني يعني ما فيش حد عرف يوصف النبي لحد دلوقتي. خد بالك. انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، النجوم الماء. مش قايل كده؟ وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. لكن لا بأس انك انت ترتشف من رشفات بحره صلى الله عليه وسلم. يبقى العلم ده تحط تحتيه كل الكتب اللي قلتها لك. وفي اثناء قراءتك لكده توطد علاقتك بكل الناس اللي هي حبهم للنبي زائد. فتقعد مع الاولياء احياء واموات. لان الاولياء ما بقوش اولياء الا لحبهم للنبي. مش كده برضه؟ فتوطد علاقتك بالاولياء الاحياء والاموات. لان اللي بيحب النبي يعدي الناس. لما تقعد معاه يعديك بحب النبي. يعني انت ساعات تلاقي واحدة ست اتجوزت راجل غاوي كورة، وهي ما كانتش غاوية كورة خالص، تلاقي كل كلامها على الكورة من كتر عشرتها، وعارفة الأولمبياد امتى وكأس أفريقيا امتى، عارفة كل الأخبار إن شاء الله. ليه؟ لأنها العشرة. كل يوم يكلمها على الحاجات دي خلاص. فتصور أنت بقى كل يوم بتكلم ولادك على النبي، كل يوم بتكلم أهلك على النبي، كل هتبص تلاقي ولادك يحبوا النبي. على فكرة النجاة في زمن الفتن هو حب النبي. يعرف دي كويس.